عاجل انقلاب سوداني على مصر في قضية سد النهضة. بننشر لحضراتكم التفاصيل والأرصاد وبشرى سارة للمواطنين تكشف موعد انكسار الموجة الحارة. والبرلمان المصري يثير الجدل بعد الدعوة لإقرار قانون العنف الأسري. بننشر لحضراتكم التفاصيل. وفيضانات كبرى على مصر والسودان من مياه النيل. بنكشف لحضراتكم آخر التطورات. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والأرصاد وبشرى سارة للمواطنين تكشف موعد انكسار الموجة الحارة. الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن موعد انكسار الموجة الحارة اللي شهدتها البلاد حاليا. قالت ان الموجة الحارة استمرت حتى امس السبت، ودرجات الحرارة زي ما حضراتكم شفتم كانت معدلاتها اعلى من الطبيعية. قالت شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة على قناة الاولى: بداية من اليوم الاحد حتى الاربعاء سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع مجددا. أضافت الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس، وبعد منتصف أغسطس تعود درجات الحرارة إلى معدلتها الطبيعية. وأضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد الصيف 2021 هو الأشد حرارة خلال السنوات الخمسة الماضية، ودرجة الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا. واليونان سجلت 47 درجة مئوية، وهناك حرائق في تركيا. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يسلم كل البلاد جميعا من الحرائق، وخصوصا الناس اللي بتتمنى لنا الخير من البلاد المجاورة والشقيقة. انتقل مع بعض الخبر آخر. وانقلاب سوداني على مصر في قضية سد النهضة. حابب أوضح لحضراتكم أن السودان الآن منقسم. يعني ايه منقسم؟ يعني في اكثر من مكون. في مكون داعم لمصر وواقف مع مصر في هذه القضية، وفي يعني مكون خائن. ايوه، في مكون خائن في السودان. ايه هو المكون الخائن؟ هو المكون المدني. هي الحكومة السودانية حكومة خائنة، يعني دعمها لإثيوبيا، دعمها بتدعم إثيوبيا بشكل مباشر أو غير مباشر. المكون الحكومي اللي في السودان الآن يعني خائن للسودان نفسه. تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل وما هو نوع الخيانة الذي قدمه لمصر. وحابب أقول تاني أن المكون المدني فقط، أي يعني الحكومة الإثيوبية. ننتقل مع بعض لتفاصيل الأخبار. كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد عن مشاورات تجرى بين السودان وإثيوبيا لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء في إثيوبيا. وقال جادين إن خبراء من هيئة كهرباء إثيوبيا زاروا الخرطوم في الشهر الماضي من أجل إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية، وأن الخبراء السودانيين سيزورون إثيوبيا قريباً لاستئناف المحادثات في هذا الأمر. أوضح أن هذا العمل جزء من الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي. أكد أن الربط الشبكي مع دول الجوار الإفريقي هو من استراتيجية الدولة، ومدعوم بواسطة التمويل الذي قرره البنك الدولي السوداني. وأضاف أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمرة منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا للسودان الآن حوالي 200 ميجاوات، وهو جزء أساسي من الإمداد اليومي ويمثل 10% منه. هذا وقد أعلنت إثيوبيا الخميس الماضي عن رغبة عدد من الدول منها السودان وجنوب السودان في شراء الكهرباء منها. مصدر معنا كان من سونا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر يعني الغريب لطالع من الحكومة الإثيوبية. يعني زي ما قلت لحضراتكم،
السودان منقسمة لعدة يعني مكونات. المكون الداعم لمصر والواقف مع مصر دائما هو الجيش السوداني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفيضانات كبرى على مصر والسودان من مياه النيل. وكشف خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا عباس شراقي عن آخر تطورات الفيضانات وتدفق المياه إلى مصر والسودان من إثيوبيا. نوه باستمرار التدفق العالي لمياه النيل الأزرق، وقال شراقي واصل النيل الأزرق تدفقه عند الحدود السودانية الإثيوبية بإيراد 744 مليون متر مكعب، وهو أعلى من المتوسط 516 مليون متر مكعب، رغم أنه أقل من أمس ب 19 مليون متر مكعب، في حين أن منسوب النيل عند الخرطوم واصل ارتفاعه ل 16.8 متر بزيادة 8 سنتيمتر عن أمس. وتابع قائلا التخزين السنوي في سد النهضة استمر من 4 ل 18 يوليو 2021 وتوقف عند مرور الفيضان صباح اليوم التالي 19 يوليو عند منسوب 573 متر بتخزين 3 مليار متر مكعب. ونظرا لزيادة تدفق النيل الأزرق عن معدله بحوالي 40%، فإن هذه المياه لم تستطيع المرور كاملة من الممر الأوسط عرض 250 متر، فقد تراكم حوالي 2 مليار متر مكعب مؤقتا ليصبح إجمالي مخزون البحيرة حاليا حوالي 10 مليار متر مكعب عند منسوب 579 مترا. وسوف تعود 8 مليارات متر مكعب مرة أخرى أوائل سبتمبر القادم مع انخفاض معدل الأمطار. مصدر معنا كامل RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والبرلمان المصري يثير الجدل بعد الدعوة لإقرار قانون العنف الأسري. قالت النائبة المصرية أمل سلامة إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت في الفترة الأخيرة في مصر ووصلت إلى القتل بسبب الخلافات الزوجية، ودعت إلى إقرار قانون العنف الأسري. أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري شددت على ضرورة سرعة إقرار قانون العنف الأسري وقانون ضرب الزوجات لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة، بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 مليون سيدة تتعرض للعنف الأسري، حيث يقضي قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوم أو عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن مدة تصل لثلاث سنوات، وفي حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة لخمسة سنوات. المصدر معنا كان من المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا في الفترة الأخيرة يعني شفنا أخبار عن زوج بيقتل زوجته، زوجة بتقتل جوزها، فيعني الأمر بقى سيء جدا. فنتمنى إن شاء الله الخير لمصر، ونتمنى إن يكون في قوانين يعني تعدل من سلوك الزوج والزوجة، أو لردع الزوج إذا يعني تعرض للمرأة بالضرب أو بالعنف الأسري. ممكن حضراتكم تقول لنا رأيكم في هذا الخبر في التعليقات تحت، يعني نختلف أو نتفق، إحنا بنوصل الخبر فقط. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.